بالنسبه للنقل العمومي كاين ديجا ديكالاج فيه بزاف بزاف من ناحيه النقل الطوبيس ما ريسك بزاف الطوبيس اصلا ديما في الطريق مؤخرا وقفنا في المعارف الطوبيس 50 تحركات مؤخرا عاوتاني وقفنا في انس امر وراء هذيك انس تاعي تحركات انا شي خاص صغير بزاف بالنسبه للحافله ما نكونش التي مشات خصوصا في كازا بلانكا ما كاينش شي حاجه اللي مازال ما كاينش شي حاجه بالنسبه بنادم راه في النقل كاين معذب بزاف بالنسبه للنقل بالنسبه للترانسبور ديال الحافلات هو كيكون اكشيضات وثاني حاجه كتلقى الجاج مهراس كتلقى شحال من حاجه يعني كيشكل لك خطر ماشي اللي خصهم يبدلوا على الاقل فهمتي يخرجوا ترانسبور جديد ويكون داك الشيء نقي كتش خلاص فلوسك خصك تكون راكب بعدا مرتاح وما تكونش معرض للكريساج ما تكونش معرض لشحال من حاجه ديال الاخطاء اللي كيكون اول حاجه النقل ما كاينش عندنا في الدار البيضاء نهائيا لان كتشوف كطلع الطوبيس بنادم غادي مليسكي معثر تيها معثر تكون غادي جاي من المدينه غتلقى الطوبيسات الرجال مساكن شيباني كيمشي وحده الباب المهم النقل ما عندناش اول حاجه وثاني حاجه والو ما كاين والو ايقد اول حاجه بعدا قاد الطرقان حيت راه الطرقه راه كتجي وكتنحط في الترانسبور اول حاجه وثاني حاجه يوفروا فهمتي يوفروا الناقل للناس مسؤولين ديال التغيير هادشي اللي كاين تغيير في هذا النقل المدينه تغيير في هذا الشركه خاصها تغيير فيه كنقول ديروا شي حل المساكين راه اللي ما عندهمش فلوس راه ضايعين اللي عنده طوموبيله راه كيدير اللي بغا ولكن اللي ما عندوش فلوس مثلك راه كيتعذب مع ولاد الشعب وابا على الشفاره ولا شحال من واحد كيمشي لي تليفونو قدامك شحال من حاجه تقدر تدوي انت تاكل العصا فهمت يديرو قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي